السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بالمركب نتاع انتاج المعدات الكهرومنزليه نتاع برونت، واللي تم يعني شراؤه من طرف المستثمر الجزائري عربراب في سنه 2014، شراه من يعني المالك الفرنسي، واللي تم بموجبه الاستحواذ على ما لا يقل على 1500 براءة اختراع اللي كانت تابعة لشركة برونت، وكذلك تم الاستحواذ بموجب هذا العملية تاع الشراء على 4 ماركات كانت تنتج في مركب برونت وتحت مسميات برونت وبمسميات مختلفة كذلك. إذن هذا هو مركب برونت اللي يقع في المدخل الجنوبي لمدينة سطيف، واللي ينتج حاليا ما لا يقل عن 500,000 وحدة غسالة و500,000 وحدة نتاع ثلاجة، وكذلك 200,000 وحدة نتاع كويزينيير مطبخ، وعدة معدات أخرى كهرومنزلية من الروبوتات الكهرومنزلية، واللي سوف ينتقل الإنتاج إلى 1,000,000 وحدة ثلاجة و1,000,000 وحدة يعني غسالة بعد الاتفاق الأخير الذي تم بين شركة برونت العالمية وشركة برازيلية لإنتاج المحركات نتاع الثلاجات، المحركات نتاع الغسالات في الجزائر، إذن اللي ترتفع نسبة الإدماج نتاع المواد أو نتاع لي زارتيكل دو برودكسيون، هادو المواد المنتجة يرتفع نسبة الإدماج نتاعهم إلى 80%، وهذا رقم يعتبر قياسي في الجزائر في ميدان التصنيع نتاع المواد الكهرومنزلية. إذن وكذلك يجدر الإشارة أنه المركب هذا يشغل ما لا يقل عن 8,000 عامل، 8,000 عامل، 30% منهم كوادر من تقنيين ومهندسين، وفيه وحدة للبحوث والتطوير في الميدان الإلكتروني والكهرو ميكانيكي إلكترونيكي إلكتروميكانيك، إذن فيه وحدة لتطوير المحركات وتطوير المواد هذه، واللي الآن كما قلنا الوحدة الجديدة سوف تدخل في الإنتاج ب2,000 عامل، فعندما تلحق إلى يعني السرعة القصوى تاعها لإنتاج المحركات نتاع الغسالات، وكذلك فيه جانب آخر لإنتاج يعني تدخل فيه وحدة لإنتاج 14 نوع نتاع التلفاز، إذن أحجام مختلفة. إذن هذه هي، ونترككم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.